أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية التي نخصصها من قناة رافدين للحديث عن التظاهرات الشعبية في العراق. التظاهرات تتواصل في محافظات جنوب العراق على الرغم من محاولات الحكومة تطويقها باستهداف المتظاهرين بالرصاص أو بالتهم الجاهزة على المتظاهرين ووصفهم بالمدسين والمخربين ومحاولة ربطهم بحزب البعث وتنظيم الدولة. سيكون معنا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، نرحب أولا بضيفنا في الاستوديو الكاتب السياسي السيد نظير كندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. حياك الله. وسيكون أيضا معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من محافظة بابل الشيخ ثائر عبد الكاظم الكتاب الجبوري. سيكون معنا أيضا هاتفيا من عمان السيد حسين العليان الكاتب السياسي. فاصل قصير ونتابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عن التظاهرات الشعبية في العراق، ونبدأ من تظاهرات البصرة. فقد جدد أهالي البصرة اعتصاماتهم أمام مبنى المحافظة احتجاجا على سوء الوضع الخدمي في المحافظة. وذكرت مصادر صحفية أن المعتصمين أعادوا نصب خيامهم أمام مبنى محافظة البصرة بعد إزالتها أمس. وذكرت هذه المصادر أن منفذ صفوان الحدودي مع الكويت قد أغلق بعد تظاهر مئات المواطنين أمام البوابة الرئيسة للمنفذ، وهددوا بنصب سرادق ثابتة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. كذلك تجددت تظاهرات أمام حقل المجنون النفطي شرقي البصرة لليوم الثاني احتجاجا على سوء الخدمات. مرحبا بك من جديد سيد نظير الكندوري الكاتب السياسي. أستاذ نظير، نبدأ من تزايد هذه التظاهرات في مختلف أنحاء العراق بدءا من البصرة مرورا إلى الناصرية والعمارة وبابل، وهناك أيضا حراك في بغداد يبدو أنه سيزداد. يعني ما الأسباب الحقيقية برأيك وراء هذا الحراك الشعبي؟ يعني الأسباب اللي دعت الناس في جنوب العراق ووسط العراق وحتى وصل الأمر إلى بغداد هي ليست جديدة، ومطالبات نستطيع أن نقول عليها هي مطالبات قديمة، وهي يعني عدم توفر الخدمات الأساسية للمواطن العراقي من توفر كهرباء وماء صالح للشرب ورعاية صحية وخدمات بلدية، وأيضا عدم توفر مستشفيات للأمراض التي تستشري في يعني عموم الشعب العراقي. كلها مطالبات هي ليست مطالبات جديدة، لكن ربما نقول على هذه التظاهرات الحالية التي انطلقت منذ أيام ربما يعني تزامنت مع ازدياد درجات الحرارة بشكل ملفت للنظر. يعني الأنواع الجوية العالمية تذكر بأن المناطق الجنوبية العراقية هي من أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم، وهذا يرافق ذلك كله عدم وجود كهرباء، يعني تجعل الحالة مأساوية بالنسبة للمواطن العراقي. ماء مالح في البصرة وغيرها، إضافة إلى عدم توفر ماء صالح للشرب. هذا جعل يعني الشريحة الأكبر بالمجتمع العراقي وهي شريحة الشباب ترفض أن تبقى تحت هذه الضغوط. كما تعلم أخي الكريم، الكبير بالعمر لا يفكر مثل الشاب. الشاب عندما يفكر بأن مستقبله ولربما يمد الله في عمره لأربعين سنة قادمة هو سيعيش في هذه المعاناة، وبالتالي هو يثور لتغيير الواقع ليضمن الأربعون سنة القادمة أن يعيش فيها بسلام وبحياة كريمة. هذا هو الذي جعل يعني الشباب في البصرة ومدن جنوب العراق يثورون، لكن مطالباتهم هي ليست مطالبات جديدة، إنما هي مطالبات للشعب العراقي منذ عام 2003 الذي هو تاريخ الاحتلال، والأمور تزداد من سوء إلى سوء. الصبر الذي يعني أعطاه الشعب العراقي إلى النخبة السياسية التي تحكم يعني طال أمدها، وهي مدة كافية جدا لإحداث تغيير حقيقي في حياة المواطن العراقي، إلا أن هذه النخبة السياسية فشلت فشلا ذريعا في توفير هذه الخدمات للمواطن العراقي، بل العكس. ما محددات هذا التغيير عفوا أستاذ نظير؟ هل سيقتصر على الخدمات وهي ضرورية طبعا لأي شعب؟
الآن يعني من الحراك الذي نراه وتطوره وسرعة انتشاره يدلل على أن الشعب العراقي قد فطن إلى أن ما ينقص الشعب العراقي هو ليس توفير الخدمات، لأنها هي نتيجة لمسبب، والسبب الحقيقي هو الفساد المستشري في المنظومة السياسية. فإذا أردت أن تغير يعني حال هذا الشعب لخدمات تليق به كمواطن عراقي صاحب حضارة ولديه من الموارد الكافية التي تجعله يعيش بأفضل معيشة، هو تغيير النظام السياسي الذي يتولى الحكم في هذه البلاد، كونه هو المسبب لكل هذه المساوئ التي يعاني منها الشعب العراقي. لنشرك معنا أيضا هاتفيا من عمان السيد حسين العليان. مرحبا بك سيد حسين معنا. أهلا ومرحبا، حياك الله. الحكومة في بغداد سيد حسين ترجع سوء الخدمات إلى عدم وجود إمكانيات. هل يعقل أن دولة من أكبر الدول النفطية تشكو الفقر وهذا النقص في الخدمات؟ يعني أنا استمعت لضيفك من الاستوديو، إن كان في الاستوديو أو بالخارج. نعم. أدري في الاستوديو. تحدث بإسهاب عن موضوع الخدمات. الحقيقة مسألة الخدمات مسألة مرتبطة كما ذكر بالفساد وترديد الثروة في العراق، وهذا منها هذا عمل ممنهج له علاقة بالنظام السياسي اللي أسس وقسم البلد وثروته ونهبها على أسس محافظة، أحيانا إثنية أحيانا عرقية أحيانا طائفية، واليوم هي محافظة حزبية. الانفجار في العراق، كتبنا منذ زمن أن الانفجار بالعراق قادم إذا استمرت هذه السياسات في تهميش حقوق الناس، واستمر العراق في حالة انعدام التنمية، واستمر العراق في حالة فوضى، والأفق السياسي بالطريقة التي يدير فيها العراق خلال 15 عام لم توصل إلا إلى مزيد من التهلكة، ولم يستجب أحد في إحداث تغيير خلال 15 عاما، ولا حتى هذه الأحزاب والكتل والقوى السياسية القائمة اليوم لديها القابلية أو الإمكانية لإحداث تغيير. وبالتالي عملية إحداث التغيير شبه مقفلة وفق الأسس والأساليب الديمقراطية القائمة. عشان هيك الواحد تنبأ إلى أن العراقيين سيذهبون إلى الانفجار الشامل، وهذا الانفجار الشامل إذا ما تم ضبط إيقاعاته بشكل إيجابي، والحمد لله هو اليوم إيجابي، فأنه لن يقي ولا يذر، يعني سيعاود نبش العراق مجددا والدخول في اضطرابات على أساس الجوع. نعم. واليوم جزء كبير من العراقيين تحت خط الفقر. نعم. ولكن هناك سيد حسين دون المليارات تتضافر. نعم. من العراق باتجاه دول الجوار وباتجاه الخارج، والاستثمارات بمئات المليارات الدولارات. وبالتالي من حق هؤلاء الناس أن يتساءلوا ويثوروا. نعم. هناك البعض يتحدث بأن يعني ربما يوجد تحايل الآن ببعض الطرق لإخماد هذه التظاهرات، أو حتى محاولة أن يعني السبيل إلى تمييعها أو فتورها. برأيك هل هذا الزخم الشعبي، هل تعتقد أنه يمكن أن ينطفئ قبل أن يحقق مطالبه؟ يعني أنا لا أود الجزم، قد تنجح الحكومة في إحداث تهدئة هنا وهناك، لكن الانفجار، عوامل الانفجار لن تستطيع لا هذه الحكومة ولا الحكومة القادمة أن تنزعها. بمعنى لا تستطيع أي حكومة اليوم في العراق فاقدة للإرادة وفاقدة للثروة المسروقة والمنهوبة محليا ودوليا وإقليميا أن تعالج قضايا العراق ومشكلاته. وبالتالي هم يدركون أننا ذاهبون لانفجار شامل، مرة بتمنعنا المرجعية، مرة بمنعنا أخلاقنا، مرة بمنعنا العشائر، مرة بنوظف الحشد، كل هذا عمليات تسكين لن توقف عملية الانفجار الشامل. العراقيون إذا ما خرجوا للشارع بحثا عن حقوقهم ومطالبهم، أعتقد هو هذا ما تبقى لهم من طريق الخلاص الشامل. لا. لأنه خروج الناس بمئات الآلاف للشوارع العامة وللمدن العامة وبشكل حضاري وسلمي هو الكفيل بردع التدخلات الإقليمية والدولية وردع القوى المحلية المستبدة. خلاف ذلك لم يتبقى للعراقيين من وسائل
لاستعادة حقوقهم وثروتهم وبلدهم المنهوب. طيب سأعود إليك السيد حسن، السيد حسين العليان. أستاذ نظير، نتوقف مع تصريح لمحافظ أو رئيس مجلس محافظة البصرة بأن الأوضاع يمكن أن تخرج عن السيطرة بشأن هذه التظاهرات، ما الذي تقرأه من هذا التصريح؟ يعني هو محق بكلامه، كون المتظاهرين استطاعوا غلق كل الطرق المؤدية من مركز المحافظة إلى قضية المحافظة ونواحيها، هذا يدل على شلل كامل للفعاليات الحكومية سواء عسكرية أو مدنية. وبالتالي ربما إذا استمر هذا الحال يستطيع هؤلاء المتظاهرين السيطرة بالكامل على هذه المدينة وقطع أواصرها وتفويت الفرصة على القوات الأمنية من قمع هؤلاء المتظاهرين. الأمر تجاوز هذا المستوى وبدأت غلق طرق رئيسية تمد يعني ليس البصرة فقط إنما العراق بالمواد، مثل المنفذ الحدودي في شلامشل الذي يربط ما بين العراق وإيران، إضافة إلى المنفذ الحدودي في صفوان. وكذلك اتجه المتظاهرون إلى مقرات الموانئ يعني أم قصر وغيرها وحتى ناهيك عن يعني الآبار يعني إنتاج النفط. ولكن أن يتطور الحال بأن يصل المتظاهرون إلى مقار بعض الأحزاب من المخرطين في العملية السياسية، ماذا يعني ذلك؟ هذا طبعا تداعيات التظاهرات في البصرة وصلت أصداها إلى المحافظات الأخرى، وفي النجف تحديدا الذي يعني يمكن أن نصفه هو بمعقل الطائفة التي انبثق الحكم الآن يعني منها. في النجف تم مهاجمة المطار الذي هناك، وهذه كانت فرصة لبدء التراشق بالاتهامات ما بين يعني أطراف الحكومة. لماذا المطار يعني تحديدا توجه المتظاهرين؟ يعني ربما لأن هذا المطار هناك تدور شبه كبيرة تصل إلى درجة اليقين أن يعني كل خدماته ومردود المادي هو لصالح أحد الأحزاب الحاكمة، وبالتالي لهذا الأمر الناس تعرفه، وللتعبير عن غضبهم ويعني رفضهم لسياسة هذه الأحزاب تم مهاجمة هذا المطار. ليس هذا فقط، إنما سرعان ما تحولت التظاهرات من تظاهرات إلى المطالبة بتوفير الخدمات إلى تظاهرات ضد الأحزاب والميليشيات المتحكمة بمقادير البلد. يعني هناك هجوم على مقرات حزب الدعوة في أكثر من محافظة، هناك هجوم على مقرات المجلس الأعلى، التيار الحكمة، إضافة تم مهاجمة مقرات تابعة لميليشيات عصاب الحق، ميليشيات النجباء، وهذا أمر تطور خطير. كون إن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات تعتقد في نفسها بأن المكون الشيعي في تلك المحافظات الجنوبية والوسط هو الحاضنة الشعبية لها، وبالمحصلة فهو دعم هذا المكون لهما ليس له حدود. لكن ثبت زيف هذا الأمر، هي رسالة ذكية من المواطنين. نعم، المكون العربي الشيعي هو مكون عراقي أصيل لا يرتضي بأن تكون هناك أحزاب وميليشيات ترتكب الجرائم باسمه. يعني هذا يعني ظلم لهذا المكون العربي الأصيل، أن ترتكب الجرائم طيلة 16 السنة الماضية باسم المكون الشيعي، والمكون الشيعي بريء من هذه الأحزاب وبريء من هذه الميليشيات. حقيقة الآن المكون العربي الشيعي يقول قولته ويتبرأ من كل تلك الأحزاب، بل هناك كان هناك تصريح واضح وصريح من أحد مشايخ الذين يقودون هذه التظاهرات حينما وجه رسالة واضحة إلى زعيم ميليشيا عصاب الحق وقال لا تركبوا موجة التظاهرات، هذه التظاهرات تظاهرات شعبية خالصة ليس لها علاقة بأي تيار حزبي أو تيار ميليشياوي. هؤلاء خرجوا لأجل الحصول على حقوقهم كمواطنين، ولا تجيروا هذه التظاهرات لمصلحة حزب ما أو ميليشيا ما. بالفعل يعني هناك يبدو أن هناك محاولات من بعض الجهات لركوب موجة التظاهرات، وهناك من زعم أن هناك
يعني محاولات خارجية ولنحددها إيرانية في هذه التظاهرات؟ يعني الآن جميع الأحزاب السياسية وجميع الميليشيات تعلن دعمها لهذه التظاهرات والوقوف إلى جنبها، ولا أعرف هؤلاء المتظاهرين إذا خرجوا ضد من؟ ما هذا الفساد وهذه المأساة التي يعيشها الشعب العراقي هي جراء تلك الأحزاب وتلك الميليشيات. حقيقة هو ركوب للموجة. أما التفسيرات التي يعني الآن أراها على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، وأعتقد بأن من يروج لهذه الإشاعات هي أحزاب السلطة وميليشياتها، كون أن المسؤول عن هذه التظاهرات قد خرجت بتحريض إيراني، وأن إيران تستخدم المكون العربي الشيعي كورقة ضغط في صراعها مع الأمريكان، كونها أنه تقطع النفط العراقي تنفيذاً للوعد الذي قطعه الرئيس الإيراني بغلق مضيق هرمز ومنع تصدير النفط إذا ما تم منع إيران من تصدير نفطه. وهذا أنا أرى تفسير يعني غير دقيق وتنقصه يعني حتى الواقع يكذبه، يعني الواقع يكذبه، يعني هتافات الجماهير توجههم نحو هذه المقار التي ذكرناها الحزبية. يعني هل تعتقد إيران تدعم تظاهرات تهاجم ميليشيات تابعة لها أو تهاجم مقرات أحزاب هي تابعة لها؟ ولو يعني جدلا قبلنا بهذا التفسير، هل من مصلحة إيران أن يتقوض الاقتصاد العراقي أو تضعف الحكومة العراقية وهي معتمدة على العراق في حربها مع أمريكا الحرب الاقتصادية؟ كون إنها ستجعل من العراق عبارة عن بقرة حلوب تحلب من موارد اقتصادية لكي تستطيع الصمود أمام الأمريكان، وبالتالي هذه التظاهرات لا تصب بخدمة إيران، ولا نعتقد أن إيران لها يد في هذه التظاهرات، بل أننا نظلم المتظاهرين حينما نقول أنهم خرجوا بتحريض إيراني. التظاهرات تظاهرات شعبية حقيقية معبرة عن نبض الشارع العراقي بشكل صادق، هذا أنا يعني ما أراه وأعتقد أنه هو التفسير الصحيح. نعم، إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى محافظة بابل ومنها سينضم معنا بعد قليل الشيخ ثائر عبد الكاظم الكتاب الجبوري، التظاهرات جديدة خرجت في محافظة بابل تحديدا في قضائي الحمزة الغربي والقاسم في محافظة بابل، وقامت الأجهزة الأمنية بإغلاق الطرق المؤدية للقضائين ومنع دخول أي مواطن من خارجهما، وكذلك اقتحم المتظاهرون في وقت سابق مكتبين لحزبي الدعوة والفضيلة في مدينة القاسم جنوبية المحافظة، توازيا مع قيام قسم منهم بقطع جسر الهنود وشارع الإمام علي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل. ربما لدينا أيضا مقتطف صوتي يوضح ذلك. بس العالم معزلة العراق احترق وعلى طاعة امشي. هاي شنو هاي؟ شو مسوين هاي؟ لو يا الله قلبيها قلب. رجعوهم ذولا كلهم، رجعوهم مال السيارة. معنا مشاهدينا الكرام من محافظة بابل الشيخ ثائر عبد الكاظم الكتاب الجبوري، مرحبا بك شيخ ثائر معنا في هذه التغطية الخاصة عن التظاهرات الشعبية في العراق. العفو، أنا من محافظة واسط. تسمعني شيخ ثائر؟ أنا من محافظة واسط. من محافظة واسط، نعم. كيف هي الأوضاع الآن في محافظة واسط؟ محافظة واسط تظاهرات واسعة حتى في بعض الأقصية والنواحي، ولم تهدأ لحد الآن. نعم، وذلك لعدم وجود أي بعض السادة المسؤولين لتصدي لذلك. هل تعولون شيخ ثائر على هذه التظاهرات وإلى أين ستصل برأيك؟ والله إن شاء الله سنعود عليه إن شاء الله.
تصل الى حتى وان وصلت الى ذروتها، ذلك لابد ان نعمل مطالبنا مطالب المتظاهرين. نعم. هل هناك تنسيق مع بعض شيوخ العشائر من مناطق او محافظات اخرى؟ لا لحد الان لا ما في تنسيق، ولكن بعض الاضيه تخرج تلقائيه عفويه سلميه مطالبه ببعض حقوقها من تفشي الاوضاع الاقتصاديه والختاميه. نعم. كيف نعم. كيف تصف هذه الوحده؟ هناك توحد في مطالب المتظاهرين والمعتصمين في هذه التظاهرات في واسط، في بابل، في البصرة، في الناصرية، في العمارة، وحتى في بغداد. ألا يمكن أن يكون هناك تنسيقيات حتى على مستوى العشائر فيما بين هذه العشائر والمواطنين لخدمة هذا الهدف من هذه التظاهرات؟ مستقبلا ستكون هذه اكو تنسيق ان شاء الله، وذلك بعد ان حصلت الشراره الاولى من المرجعيه الدنيا المرجعيه العليا في النجف الاشرف وتأييد هذه التظاهره لكونها سلميه وعفويه. نعم. وستكون منسقه مع كافه المحافظات، وذلك بوجود المطالب الرئيسيه لكل الشعب العراقي، مطالب واضحه وغير. ما هي مطالبكم شيخ ثار؟ توفير الخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وتفشي الأوضاع البطالة. نعم، إذا أبرز يعني الطلبات الخدمية الضرورية التي يعني يعاني منها المواطن. أشكر مشاركتك شيخ ثائر عبد الكاظم آل كتاب من محافظة واسط. أعود إلى عمان هاتفيا سيد حسين العليان الكاتب السياسي. مرحبا بك مجددا سيد حسين. مرحبا، حياك الله. إذن يعني نلاحظ أن بوصل التظاهرات قد تغيرت في اليومين الماضيين، بعد أن كانت التظاهرات تستهدف كما ذكرنا المنشآت النفطية وبعض المرافق، تحولت منذ أمس إلى مقر المنخرطين في العملية السياسية. كيف تفسر ذلك؟ يعني كبدايه اي عمل شعبي عفوي اي جار شعبي يستخرج كفرصه يتعلم من اخطائه تجارب مستمره ستنظم. اليوم في الحياه السياسيه العراقيه ليست هناك قوى معارضه منظمه مسموح بها لا بموجب الدستور ولا خارج الدستور، وبالتالي يعني الحراك الشعبي راح يروح للجانب العفوي وسينظم نفسه تلقائيا ككل محاولات الثورات عبر التاريخ. لكن المشكله محاوله الاعلام لتجسير وتاويل نشاطات الناس على اعتبار ان هذا يخدم ايران وذاك يخدم تركيا وهذا يخدم امريكا. نعم. يعني انا اعتقد الفزلكات السياسيه اللي بيمارسها بعض المحللين وبعض الاعلام ليست في مكانها، وهي محاولات ايضا تصب في صالح الحكومه وصالح الاحزاب وقد تكون ممول. وبالتالي الحديث عن النفط الجنوب، النفط هو ملك الناس، لما الناس تحاصر النفط يعني تريد تسقط الحكومه، مو لانه خامنئي ولا روحاني يجي مع النفط عن امريكا. امريكا نهبت نفطنا والشركات النفطيه استولت على نفطنا مجددا في هذه الطغمه. إذا استوليت على حقول النفط سقطت الحكومة وسقطت الشركات النفطية التي تتحكم بمستقبل البلد. نعم. يعني لماذا تجير لحساب إيران فقط؟ ما هذا نفط ما ينهب منذ 15 عاما. نعم. فعملية تجييرها لإيران أنا أعتقد عملية خبيثة مكدوسة. الغرض منها الإساءة للنضالات العراقيين، وأن العراقي لا يفعل شيئا بدون الإيراني ولا يحرك شيئا بدون الميليشيات. لا، العراقي تحركوا بإرادتهم الدفاع عن مصالحه. طيب. وهذا تحرك فطري. الناس أدركت حجم مخاطر هذه الطغمة السياسية وهذا الاحتلال. نعم. العبادي سيد حسين وصف المتظاهرين بالقلة المندسة كما فعل سابقا المالكي في تظاهرات عام 2011 وما تلاها. كيف ترى تصريح العبادي؟ إلى أي مدى يعني يسير بهذا الأسلوب؟ في أي اتجاه برأيك؟
يعني كل الطغمة السياسية وليست لعبادي، كل العاملين في حق السياسي اليوم في العراق هم في مرمى الانتفاضات الشعبية، وبالتالي سيحاولوا التشتيت، سيحاولوا التشويه، سيحاولوا دس آخرين لغرض التخريب. يعني اليوم قبل بالأمس كنت تسمع محاولات عن استخدام السلاح وضرورة استخدام السلاح وهي جهات مدسوسة. يعني أقوى ما في الانتفاضة الشعبية العراقية هو سلميتها وقوتها الحقيقية في سلميتها. إذا ما ذهبت إلى السلاح فستكون هذا مؤامرة عليها يرتكبها أهل السلطة والميليشيات ليس إلا، ويجب أن يحفظ كل المتظاهرين هذه الحقيقة. النقطة الأخرى والأهم في هذا الموضوع أنه الشعب العراقي خلال 15 عاما كان مغيب بعملية سياسية مدورة زورة في دمشق، والانتخابات الأخيرة التي شارك فيها العدد الكثير من العراقيين نسبة قليلة من شاركت في الانتخابات وزورت، وهذا التزوير عمل احتقان سياسي فوق كل الاحتقانات القائمة، وبالتالي أصبح الحل في العراق مسدود. الشعب العراقي كان مغيب يوم في معادلة الصراع، كان الصراع على هذه الدولة أو كل إقليمية تتحكم بمستقبل البلد، وإرادة العراقيين الكبرى والحقيقية مغيبة. إذا ما نزل العراقيين في الشوارع فسيستعيدوا إرادتهم وسيستعيدوا توازن البلد، وتصبح إرادة العراقيين بالمجمل هي حاكم ضروري في الصراع السياسي. طيب. سأعود إليك أيضا سيد حسين. إذن مشاهدينا الكرام، تتواصل هذه التظاهرات الشعبية في محافظات جنوب العراق ووسط العراق مع إصرار من المتظاهرين على عدم التراجع حتى تحقيق مطالبهم، بالرغم من التصعيد الأمني الذي أدى إلى مقتل وجرح العديد من المتظاهرين. وقد دخلت هذه التظاهرات نتيجة تصاعد القمع إلى مرحلة جديدة لجأ بها المتظاهرون إلى إقحام وإحراق مقر الأحزاب كما ذكرنا، وعقدت الحكومة جلسة طارئة لبحث سبل مواجهة التظاهرات وإخمادها. للمتابعة هذا التقرير. ليست كرة ثلج باردة بدأت تتدحرج وتكبر، هي كتلة من اللهب أشعل شرارتها الفساد وغذتها المعاناة وطول الصبر والانتظار حتى اتسعت وطالت ألسنة نيرانها أروقة الحكومة. جنوب العراق بحر من الغضب تضطرب أمواجه بالمظاهرات الشعبية التي قالت لمنظومة الفساد كفى. البصرة وميسان وواسط وبابل والقادسية والنجف وكربلاء وحتى بغداد، ليال متواصلة من الاحتجاجات المفتوحة زمنيا على ما يبدو حتى تحقيق أهدافها. وعلى منوال الثورات الشعبية عندما تصل الهتافات إلى أذن صماء تتجسد اعتصامات مفتوحة تملأ الشوارع ليراها المعنيون بها وتقول لهم إننا هاهنا معتصمون حتى تحقيق مطالبنا. وبنفس طريقة الأنظمة القمعية يتدخل الرصاص لإسكات الأصوات الغاضبة، فتسقط أول قطرة دم من متظاهر لتعلن ميقاتا جديدا لانتفاضة تغلق وراءها باب الرجوع إلى الخلف. ولعل ذلك ما حصل عندما قتلت القوات الحكومية متظاهرا في البصرة وآخرين في النجف. ولتبرير القتل ومجابهة مطالب المتظاهرين بالإنكار تعاد الكلمات المكرورة التي ينعت بها المتظاهرون في كل الثورات: مندسون ومخربون ومفسدون، وأقسى من ذلك نعتتهم بعض الأطراف بالدواعش والبعثيين. ولا يقتصر الأمر على هذا الحد، تستنفر القوات الحكومية ووراءها الأحزاب التي أيقنت أن ما يحصل في الشارع حقيقة لا خيالا، عندما رأت جموع الغاضبين تقتحم مقراتها وتعري سياسييها جميعا لتقطع الطريق بذلك على كل من يحاول منهم استغلال المظاهرات وتجييرها لصالح تيار ضد تيار. ولينفرد العراق بمشهد مميز أكثر في مسلسل المظاهرات وقمع السلطة لها، يدخل على خط القمع طرف آخر
أسقط عن اسمه لفظة الشعبي التي ادعاها بأول رصاصة وجهها للشعب، فقتلت متظاهرا في ميسان بتوقيع ميليشيا بدر. ولطالما استخدمت تلك الميليشيات أبناء تلك المناطق وقودا لحروبها ووصلت على جماجمهم إلى السلطة. اشتعلت المظاهرات جنوب العراق وأسبابها معهودة لدى السلطة الحاكمة، إلا أن أسباب إخمادها لم تجربها وإن كانت على علم بها. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من الرافدين عن التظاهرات الشعبية في العراق. نرحب بك مجددا سيد نظير كندوري. يعني لننتقل إلى التعامل الأمني مع هذه التظاهرات، برأيك هل كان تعاملا يعني أمنيا أم قمعيا؟ يعني ما تقوم به الحكومة العراقية ويعني جيشها ليس مستغرب، بل هو التصرف الطبيعي لكل نظام قمعي ديكتاتوري عندما يخرج الشعب ضده، فهو يتعامل معهم بالحديد والنار. الملاحظ على هذه التظاهرات التي خرجت في إحدى مدن البصرة أنه تعامل مبكرا بالقوة وقتل أحد المتظاهرين وجرح آخرين ظنا منه بأنه يستطيع إيقاف هذه التظاهرات وهي في مهدها، وهي تظاهرات صغيرة، لكن لم يعرف أن الشعب العراقي قد وصل مرحلة من يعني الإحباط في هذه المنظومة السياسية، أن هذه التظاهرات لا تبقى على مدينة صغيرة، فالتهبت كل أقضية ونواحي البصرة ثم امتدت إلى المحافظات الأخرى. لذلك قتلوا متظاهرا من النجف بعد خطفه علي العدالي، وكذلك الإصابات الكبيرة التي حدثت في محافظة ميسان. ويعني الآن الحكومة العراقية في أو النظام العراقي في حيرة من أمره، إذا استخدم يعني توغل في موضوع قمع هذه التظاهرات لربما يتجدد السيناريو السوري الذي اتخذ هذا النهج، فالتهب الشعب السوري بكل مدنه ومحافظاته بالثورة على النظام، ودخل البلاد دخلت البلاد في فوضى كبيرة. أما إذا ترك النظام الحاكم في بغداد التظاهرات على يعني راحتها وانتشارها، لربما هذا الأمر سيؤدي إلى أسقاط الحكومة من خلال هذه التظاهرات. فهو الآن ما بين هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. البيان الذي خرج من يعني مؤتمر الأمن القومي، ما يسمى الاجتماع الأمن القومي، بأنه يناقش عمليات التخريب التي رافقت التظاهرات، مما يدلل على أنه يلوح بالقبضة الحديدية اتجاه المتظاهرين. وهذا ما قاله القيادي في حزب الدعوة عامر الخزاعي، الذي دعا إلى مواجهتها بالقوة ووصفها بالتبعية، وصف المتظاهرين كما تعلم هذه التهم الجاهزة، حزب البعث وغيره. من جانب آخر، هو النظام يعني الحاكم في بغداد يرسل يعني بعض الوفود من الأحزاب والتيارات السياسية لمحاولة التفاوض مع زعماء العشائر والوصول إلى تهدئة هذه التظاهرات، وهنا يعني هناك خطورة كبيرة من حالة الاستجابة ربما لبعض المشايخ أو بعض المتظاهرين للفتات الذي ممكن تلقيه الحكومة العراقية بتوفير بضعة درجات وظيفية، بزيادة صهاريج الماء إلى البصرة، هي حلول ترقيعية ولا ترتقي إلى حلول حقيقية لهذه المعاناة. فالركون إلى مثل هذه الحلول والتنازل على هذه التظاهرات ربما سيفاقم الحالة، يعني حالة المواطن العراقي، ولربما حتى هذا الثمن البسيط الذي ممكن أن تلقيه الحكومة على المتظاهرين ربما حتى هذا لا يستطيعون المحافظة عليه. المطلوب من الآن من المتظاهرين هو الاستمرار في تظاهراتهم وتحويلها إلى اعتصامات، ومشاركة كل أبناء الشعب العراقي
دعما للتظاهرات التي تحدث في وسط وجنوب العراق. هناك يجب أن تخرج تظاهرات في يعني وسط العراق وفي شمال العراق، بل حتى يجب على المكون الكردي أن يشارك تلك التظاهرات. العراقيون خرجوا بانتفاضات عديدة طيلة الفترة ما يعني من الآن يعني بداية الاحتلال. كانت هناك انتفاضة في المحافظات ذات الأغلبية السنية واعتصامات عديدة، ولكن جوبهت بقوة وفضت وقتل الكثير منهم. كذلك حتى الحصار الذي فرضته الحكومة العراقية ضد شعبنا الكردي على أثر الاستفتاء الانفصال لم يجد مساندة من باقي المكونات، وهذا خطير. ومررت الحكومة العراقية ومن خلفها إيران كل ما تريده من هذا المكون الكردي. والآن المكون العربي الشيعي يثور ضد الطغيان الذي تشكله يعني حكومة بغداد. إذا لم يعني يساندها المكون العربي السني والمكون الكردي، بل أقول كل مكونات الشعب العراقي، فإن مصيرها سيكون كمصير التظاهرات التي حدثت في المحافظة السنية أو المعاناة التي لاقاها شعبنا الكردي. يجب على كل المثقفين، على كل العشائر العراقية، على كل من هو حر شريف غيور يريد تغيير واقع الحال بالعراق من هذا السوء إلى حالة أفضل، يجب أن يشارك ويساند التظاهرات التي تحدث في وسط وجنوب العراق. يعني هذا الذي يمكن أن نستفيد منه من التظاهرات السابقة كما ذكرتم، لكي لا نقع في الأخطاء. بل أن المتظاهرين المتظاهرين الحاليين قد استفادوا من تلك التجارب. هم الآن يعني قبل يومين كان هناك اجتماع ل13 شيخ عشيرة من عشائر الجنوب، وأصدروا بيانا وجهوا فيه الدعوة لكل عشائر العراق لمساندتهم في مطالبهم الشرعية، مطالبهم يعني التي لا نختلف على حقيقتها. هذا النداء يجب أن يلبى من العشائر العربية، العشائر الكردية، يكون عابر للطائفية والمكونات. وأعرج على موضوع مهم، أن يعني من حسن حظ يعني هذه الهبة والانتفاضة العراقية التي تحدث أن قيادتها قيادة عشائرية. لماذا؟ لأن الآن المجتمع العراقي في بعد الاحتلال وبعد القهر الذي يلاقيه من النظام الحاكم وميليشياته، لم يعد فيه أحزاب وطنية تحرك الشعب العراقي. لم تعد هناك منظمات مدنية تعبر عن رأي المواطن العراقي. المثقفون العراقيين في اضطهاد وتهجير، لذلك لم تبقى منظومة ممكن أن تجمع الشعب العراقي بكل أطيافه وبكل قومياته ومكوناته سوى العشائر العربية، كونها أن هذه العشائر في تقاليدها وثقافتها هي فوق الطائفية، هذه الطائفية التي مزقت شعبنا. لو كان بقيت هذه العشائر تقود هذا الحراك الشعبي، لربما نصل إلى حالة كنا نحلم في الوصول إليها، ولربما تستطيع تقويض النظام الحاكم في بغداد. نعم سيد نظير. إذا المشاهدين الكرام، ننتقل أيضا إلى بعض أنشطة التظاهرات. فقد ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن عدد المكاتب ومقار الأحزاب التي أحرقت من المتظاهرين ليلة الجمعة السبت قد ارتفع إلى 9 مقار، 4 مقار منها تابعة لحزب الدعوة، والأخرى تابعة لتيار الحكمة وحزب الفضيلة وقائمة الفتح ومكتب لميليشيا العصائد. والمصدر أوضح أن عملية الحرق وقعت في محافظات النجف، ميسان والبصرة، وكذلك مدن أخرى في جنوب العراق، وأن ضحايا الاحتجاجات في البصرة وميسان وذي قار والنجف وكربلاء ووسط قد ارتفع إلى 2 و61 جريحا. والمتظاهرين طبعا قاموا بإغلاق 40 طريقا رئيسا، وأن الحكومة في بغداد قطعت خدمة الإنترنت، أو هناك ضعف في منظومة الإنترنت في عدد من المدن في المحافظات الجنوبية. أيضا سيد حسين عليان، نرحب بك من جديد. يعني قتل المتظاهرين برأيك بهذه الطريقة، كيف تصف هذا التعامل الحكومي؟ إلى أي مدى ترى أن الحكومة في بغداد مستعدة لدفع ضريبة الدم فيما يحدث؟
أي حكومة مستبدة في أي بلد، يعني هذا سلوك موحد للحكومات المستبدة في مواجهة شعوبها. ما يجري من مظاهرات واحتجاجات سلمية بناء حتى على الدستور الذي أقرت به كل الأحزاب الممسكة بالسلطة اليوم، هو وفق الدستور ولها حق المشروعية بموجب هذا الدستور اللي يدعى الدستور العراقي اليوم. وبالتالي عملية المجابهة، أنا أعتقد اليوم الشعب العراقي في مواجهة ليس مع سلطة الفساد في بغداد فحسب، وليس مع سلطة الأحزاب المتنفذة. اليوم شعب العراق في مواجهة مع الإقليم الدولي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع كل من يتضرر من استعادة العراق لعافيته. كل الدول المجمعة على أن تعبث بأمن العراق واستقراره اليوم هي تتآمر على ما على مظاهرات شعب العراق. شعب العراق اليوم في مجابهة ليس مع الصورة الراهنة في بغداد. الصورة الراهنة في بغداد صورة مهللة وليست هي من يحكم. من يحكم هي دول كبرى ودول إقليمية نافذة، من إيران إلى تركيا إلى كل هؤلاء يبحثون عن مصالحهم. فإذا ما استفاق شعب العراق وأمسك بمقدرات بلاده وأمسك برؤيته وبدفاع عن مصالح هذا العراق ليصبح مجددا العراق دولة مهيوبة محترمة الحقوق في الإقليم، وكل هؤلاء متضررين، من سيقوم بهذه المهمة اليوم؟ لا أحد يستطيع القيام بمجابهة الميليشيات والحكومات المستبدة والداعمين الإقليميين والدوليين إلا الشعب بمجمله. والشعب بمجمله يعني هو الخيار النهائي في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أن العراقيين يعني فتحوا الباب في هذا المجال. وإن كانت هذه الانتفاضة قد لا تكون الحاسمة والنهائية، لكنهم اختاروا الطريق وعرفوا كيف يستعيدوا اهتمام المبادرة كبلد كوطن كشعب. اللي تفضل فيه ضيفك الكريم بشأن أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يبقى جالسا في البيت يراقب ويتحدث عن أن هذه المحافظة أو تلك هذا المكون أو ذاك. كل هذا الحكي إحباط واستمرار للعملية السياسية، ولكن هناك تضييق يعني مكون على الرصيف ليراقب. اليوم مطالب العراقيين من البصرة إلى أقصى العراق هي مطالب موحدة، الدفاع عن مكاسبهم وحقوقهم وممتلكاتهم وثرواتهم ومستقبل أجيالهم. هذا يعني البصرة ويعني الأنبار ويعني الموصل ويعني كركوك ويعني السليمانية. هذا يعني كل العراقيين. إذا هناك قوى وهناك بعض الآراء وبعض المتمثقين وبعض السياسيين يتحدث أن هذا الشأن جمهور الحكومة، فهذا جزء من المؤامرة على العراق وشعب العراق. طيب سيد حسين، مقارنة بالتظاهرات السابقة، إلى أي مدى برأيك استفاد المتظاهرون من أخطاء التظاهرات السابقة؟ يعني أولا المظاهرات السابقة كانت تكون بأعداد أقل بكثير من هذا العدد. حتى تقمع السلطة، حتى لا يوسوس الشيطان السلطة للقمع وتفشل السلطة ومن يدعم السلطة بقمع المتظاهرين، يجب أن يندفع الناس بمئات الألوف للشوارع. هذا ما سيؤمن إحجام السلطة عن القمع، لأن السلطة تستطيع أن تقمع 1,000 و10,000، لكنها لا تستطيع أن تقمع مدن كاملة منتفضة وانتفاضتها سلمية. وأؤكد أن يجب أن تكون انتفاضاتها سلمية حضارية، يعني هي فقط أن تجلس في الشوارع وتقطع الطرقات ستسقط ليس الحكومة، ستسقط الدولة. الحكومة العراقية الراهنة يعني هي نموذج هزيل لتقاطعات كبرى. يجب أن تسقط، ويجب أن يستعيد العراقيين بمجملهم سيادة بلدهم بعد ما زيفت إرادتهم طوال 15 عام. طيب سيد نظير كندوري، ذكرنا أن هناك قطع الإنترنت في بعض المدن، وهناك أيضا ضعف في شبكة الإنترنت في مدن أخرى. هذا يعني التضييق على الإعلام ووسائل الإعلام، وبالمقابل أيضا
التواصل الاجتماعي، وبالمقابل هناك تعامل الإعلام الحكومي. يعني على سبيل المثال نأخذ مثال مطار النجف، عندما قام أحد الناشطين بتصوير مطار النجف وليس فيه أي تخريب، بعد قليل ظهرت بعض القنوات الحكومية وشاهدنا التخريب في مطار النجف. والله أنا أرى أن التصرف الحكومي يعني التصرف ربما أستطيع أن أصفه بالتصرف الساذج، لأنه هو مجرد محاكاة لما يفعله أسيادهم في إيران. عندما انطلقت التظاهرات الإيرانية كانت إحدى أهم الإجراءات التي قام بها النظام الإيراني هو قطع بعض البرامج التواصل التي يتواصل فيها المتظاهرون، كذلك قطع شبكة الإنترنت للمناطق المنتفضة والتي فيها متظاهرون. الأمر المسؤولين العراقيين أيضا يحاكون ما فعلته إيران مع متظاهريها، وتقوم به الآن في العراق بقطع الشبكات الإنترنت أو على الأقل إضعافها لكي لا يتسنى للمتظاهرين رفع الفيديوهات التي تصور تلك التظاهرات وحجمها. إضافة إلى أن يعني الإعلام الحكومي إعلام بائس، بالرغم من أن يعني تقريبا معظم محافظات الوسط والجنوب الآن هي تشهد تظاهرات، بل التظاهرات الآن موجودة في بغداد، لا تجد أي قناة عراقية سواء رسمية أو غير رسمية تغطي ولو جزء بسيط عن هذه التظاهرات. يعني حتى هناك تغريدات لبعض الأخوة العرب يقولون أننا لا نرى شيء على الفضائيات، وهو تصرف بائس من الحكومة العراقية عندما تحاول أن تغطي على هذا الحجم الكبير للمتظاهرين بعدم تغطيتها إعلاميا، ولو كان لديها شيء من الحكمة لغطتها وعرفت الناس على مطالبهم. هذا فضلا عن الحقيقية مواجهة هذه التظاهرات بخطاب هجومي مثلما القيادي في حزب الدعوة الحاكم عامر الخزاعي دعا إلى مواجهة المتظاهرين بالقوة، واتهم المتظاهرين حقيقة اتهمهم الذين اقتحموا مقر حزب الدعوة بتبعية لتنظيم الدولة وحزب البعث، وهدد بالانتقام منهم. لنشاهد. آثمين ويجب التصدي لهم بقوة. هل تتهمون جهة معينة؟ لا، ما نتهم جهة معينة. كل جهة تصعد على مكتب لحزب الدعوة أو لأي مكتب إسلامي ثم تمزق صور الشهيد محمد باقر الصدر، هذه جهة إما داعشية أو بعثية وسيتم القصاص منها. هذا الخطاب أستاذ نظير، كيف تصف هذا الخطاب لبعض يعني زعامات حزب الدعوة الحاكم؟ يعني أنت لو ترى تعابير وجهي وهو يقول أن هذا يجب أن يقابل بالقوة، يعني تعبيرات ليست لرجل سياسي، إنما تعبيرات لرجل ميليشياوي، لرجل عصابات، وهذا واقع الحال. حقيقة الأحزاب السلطة والميليشيات التي موجودة في العراق هي لا تتقن فن السياسة، إنما تتقن فن القتل وفن القمع للجماهير. وأنا أعتقد إن هذه الأحزاب إذا استمرت في موضوع هذا التصدي للمتظاهرين وبالقوة فهي تحفر قبرها بيدها، لأن رد الفعل العراقي سيكون مختلفا هذه المرة. الشعب العراقي شعب عاطفي، عندما يرى أبناءه يقتلون على يعني قارعة الطريق، وعندما يرون الجرحى تسفك دماءهم بكل برودة دم من السلطة، يجد أن هذه السلطة لا بد لها من الرحيل. أنا كثيرا ما كنت أعول في مقالات سابقة على مكون العربي الشيعي، كون أن أزلام السلطة يعتقدون، بل هم يحاولون الاستفادة من هذا المكون في تثبيت سلطانهم وعدم إرجاع الفضل لهذا المكون بأي طريقة كانت. يعني تعتقد، عفوا في الدقيقة الأخيرة أستاذ نظير، بالرغم من كل هذا يعني التصرف المقابل للحكومة بالقمع، هل تعتقد أن رقعة التظاهرات ستزداد في محافظات وخصوصا في بغداد؟ هناك نية
للتوجه إلى المنطقة الخضراء. أنا أتوقع بشدة أن تنتشر هذه التظاهرات، فالتظاهرات لم يمضي من عمرها سوى أسبوع واحد انتشرت من مدينة صغيرة حتى عمت يعني العديد من المحافظات ووصلت إلى العاصمة. ما أتوقع أن يوم الأحد القادم سوف يشهد مظاهرات كبيرة، وأنا أهيب بكل الشرفاء العراقيين، بكل عشائرنا العراقية الشريفة، بكل مكونات العراق العظيم أن تنتفض في هذا اليوم وتوصل صوتها إلى العالم بأن لابد أن يكون هناك حد لهذا الاستخفاف بالشعب العراقي من قبل هذه السلطة. يجب أن يكون هناك تغيير حقيقي من حال إلى حال، وإلا فإن من المستحيل أن يستمر هكذا الحال في العراق إلى ما لا نهاية. يجب أن تكون هناك نهاية لهذه الفوضى، لهذا الفساد، لهذا الاستخفاف بمقدرات الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك سيد نظير كندوري الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. وكذلك أشكر من عمان ضيفي عبر الهاتف السيد حسين العليان الكاتب السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من الرافدين، إلى اللقاء.